الزمن بالنازلة الماحقات والدماء الزاكية الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 انظروا من أتى هنا يا إلهي إنه أبا خليفة مرحبا شبيه رجل البري يا الروح الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك لبيك لا هم بالتوفيق إن شاء الله يدي الكاس وعلى أهلنا الجزائري كما أنتم بالتوفيق إن شاء الله هذا وسيصل الدور النهائي وسيفوز بكأس الشان إن شاء الله وتحية الجزائر مرحبا أصدقائي فيديو جديد معكم صابر من فلسطين كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الجزائري كل التوفيق وكل المحبة لكل أهلنا في الجزائر كل التوفيق لمنتخب الجزائر الثائر المنتخب الوطني الثوري في نهاية كأس الشان ونهاية كأس الأمم الأفريقية للمحليين فعقدنا العزمة أن تحيا الجزائر في هذا الفيديو حنشوف الفرق بين كأس الشان في الجزائر وكأس المونديالتو في المغرب حنشوف الفرق بين الثورة والخزي والعار ياريت قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد فاليوم الجزائر تنتصر في هذه البطولة شان الجزائر بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين فانتصار الجزائر جاء في بداية الافتتاح لهذه البطولة كان افتتاح مبهر للعالم كان افتتاح رائع بحضور رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم متسبي. Well, let me tell you, I can confidently say that the chant in Algeria was the best chant ever. In the history of chants in Africa, this has been the very best. البطولة التي كانت تسمى بالظاهرة ظهرت على أيدي الجزائريين وظهرت على أيدي الجمهور الجزائري والمنتخب الجزائري وكل أهل الجزائر بهذه البطولة التي أصبحت كأس الشان ومحط أنظار العالم لا شأن يعلو فوق شان الجزائر الجزائر تواصل الإبهار محليا متوسطيا وقاريا بطولة إفريقيا للاعبين المحليين أبرقت فيها مكة الثوار إلى أرجاء إفريقيا بأنها حاضنة للرياضة ولشعوب القارة السمراء باسم الحرية مادام أن الجزائر نجحت في تنظيم حفل الافتتاح فإنها جاهزة لاحتضان أي منافسة كروية وأنا أعتبرها ناجحة لأن الجمهور كان بمقدوره الحضور ومتابعة مباراة الافتتاح كاملة وأيضا الحفل الافتتاحي فبعد الانهيار في افتتاح كأس العالم للأندية الذي كان عارا على كل العرب بعد ظهور تمثال يمثل حاخام يهودي صهيوني الحخام يعني السيد ويعني الحكيم باللغة اليهودية الحخام هو من يقوم بإفتاء الفتوى لقتل أخوانكم الفلسطينيين الحخام هو من يقوم بفتوى حرق المسجد الأقصى وحرق المساجد الحخام اليهودي الصهيوني تمجدونه في حفل افتتاحكم إلا أنه ظهرت دمى عملاقة غريبة الشكل أثارت العديد من استغراب وانتقادات من شكلها نترككم فبعد تصريح الفيفا وتصريح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن شان الجزائر هي أفضل نسخة لكأس الأمم الأفريقية للمحليين على مستوى أفريقيا ومستوى العالم شيء كان فخرا لكل أهلنا في الجزائر وكان قهرا للناس المطبعة مع الكيان الصهيوني
فبنجاح هذه البطولة دور رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الافريقي اللذان تغيبا عن افتتاح كأس العالم للأندية في المغرب، وكأنهم يقولوا كأس الشان أبهرت العالم فلا داعي أن نرى افتتاحا آخر. فلا بارك الله في الخونة والمطبعين، لا بارك الله في الذين يمجدون حخامات إسرائيل، لا بارك الله في الذي يمجد الحخام الصهيوني الذي يفتي بحرق المساجد وقتل الفلسطينيين. تحيا الجزائر وعاشت فلسطين عربية حرة، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني الثوري، وأقول منتخبنا لأن الجزائر وفلسطين بلد واحد جزائستيني حتى النخاع. ورغم كل الشتائم اللي بتوصلني من بعض المطبعين على الرسائل الخاصة، أقول لكم تحيا الجزائر وعاشت فلسطين عربية حرة. رغم الناس التي تبعث لي برسالة أن الجزائر تتاجر بالقضية الفلسطينية، أقول لهم تحيا الجزائر وعاشت فلسطين عربية حرة. فنحن مع الجزائر، والجزائر ناصرة مناصرة ومنصورة بإذن الله لفلسطين. كل التحية لكم، كان معكم أخوكم صابر كلاب من فلسطين. هذا هو الصنم، هذا صنم هذه القرية. الله المستعان. انظروا كيف زين الشيطان وسول لهؤلاء عبادة هذا القاتل. خشبة جعلوا لها شعرا مستعارا من دون الله عز وجل. طبعا هؤلاء سدد الصنم لهم موعظة خاصة بخلاف القرية، فالقرية أسلمت.